احنا لما كنا في المعارضه يعني على سبيل المثال لان احنا للاسف لما كنت في المعارضه لما كنت بالموالات لما كنت في المعارضة لم اكن بالموالات ولم اكن كنت في مع هذه المعارضه انا معارض كنت ولا زلت كنت في المعارضة. معارض لا معارض معارض اذا تبي تحسب انت جماعه الحراس هذول هم المعارضه اللي مو معاهم اللي ضدهم معناها موالات لا ويا الحكومه لا مو ضد مع العلاقه يعني. مع الدستور مع القانون عرفت يعني احنا لا لا اقولها وانا زواج كاثوليكي وانا يعني. اقصد ويعني واعني ما اذيت المعارضه اسمح لي طيب انت سالت الان انا كم خلنا اجاوب موالات اخرى خلنا اجاوب الحين خلنا اجاوب كنت بالحكومه انت مع الفريق الحكومي هذا الكلام هو يقول هو يقول لكن الحقيقه على اساس سنه لا بحسب حسين خلنا اجاوب خلنا تعرف المواقف التصريحات خلنا اجاوب حسين الحكومه انت تبي تقول كيف وجهه نظرك انت ما اقول شخصيا انا اقول لا 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 انا شخصيا انا اتحكي شخصيا واتهامك هذا قد يكون عند كثيرين ها انها لكن حقيقه الامر انا كنت معارض لما كانوا هم موالات المعارضه هذه لما كانوا هم يدعون سمو الشيخ ناصر محمد كنا احنا ننتقد ناصر محمد لما جاء سمو الشيخ ناصر محمد وحط اصلاحات اللي منها هذه هذا العلاج بالخارج هذا العلاج بالخارج العلاج بالخارج شوف يعني الحالات اللي كانت اسمها ب 2009 اللي هي بدايه الاشكال مع سمو الشيخ ناصر محمد هم متى صاروا معارضه ها ولا كان مجدون سمو الشيخ ناصر محمد تمجيد 2007 2008 ها لكن 2009 2010 لما يهسمه الرئيس مجموعة إصلاحات حزمة إصلاحات حقيقية أولاً في العلاج بالخارج خفضها ب 2009 ما بين 2008 من حوالي 10,000 علاج كان سياحة ها إلى 3,000 2010 2006 2700 2011 1600 تفاصيل رحية عليه إيه لا لا بس أنا ببين أنا ببين وين المشكلة أيه. المشكلة بتقولي أنا موالات وأنا معارض هو يقول هو ومجموعة الحراك كانوا موالات هم اللي كانوا موالات بس موالاتهم على المصلحة على المصلحة الشخصية للأسف انا عارض الحكومه ما اعرف يعني انت تقول انا ما ابغى غيري على المصلحه لا لا شوف حسين انا عارض الحكومه على الاخطاء حيث ما كان الخطا اعرضها عليه لكن اذا كان في ايجابي امدح فيه وامجد فيه ما عندي مشكله انا لان ما عندي مشكله ويا الحكومه نفسها انا مشكلتي مع الخطا مع التجاوز مع عدم احترام القانون الجماعه بالحرات هم نصبوا نفسهم المعارضه إذا الحكومة ها عطتهم اللي يبون صار موالات خير وبركة لازم إحنا نقول إحنا هم المعارضة ولما هم يغضبون على الحكومة ويتضيق عليهم في مصالحهم الشخصية ها يصيرون معارضة ولازم إحنا نكون إحنا لازم نكون إحنا التصنيف العادي يمشي وياهم هم وين كانوا وين حطوا إحنا سوياهم أنت مقتنع بالكلام اللي تفضل فيه أتراد عليك أنت في الكلام انت قلت لنا انت في الموالات بالتاكيد مو مقتنع لان يعني اشو ان احنا يعني ان عندنا مثلا سجل نقدر نرد له يعني اي واحد الحين يتابعنا يرجع الى تصريحات ابو تركي في ذاك الوقت 2009 2010 وشوف وين الموالات وين كان هو موقعه لما كان المعارضه وانا ترى ما اقول بس المعارضه لما كان لما كان جزء من الموالات الحاليه لما كان مثلا مرزوق الغانم رئيس مجلس الامه الحالي وتحالف الوطني كانوا في المعارضه وكانوا يسعون للاصلاح في ذاك الوقت كانوا لا يعني كانت في مجموعه مواليه للحكومه باخطائها وبايجابياتها وبسلبياتها هذا التاريخ يقول هالشكل من انا زين نعم انت من ضمنهم